نرجع نتطلع هون. هلا هذا عندي هاي تيرمينال هاي تيرمينال. البلس والماينس مهمين، ليش مهمين في الكرنت ميجرمنت؟ لانه الكرنت لازم يدخل عندي بالبوزيتيف تيرم يطلع من النيجاتيف تيرم عشان يعطيني بوزيتيف كرنت او في فلازم اعرف اتجاه الكرنت هو بهذا الاتجاه واللي بهذا الاتجاه. ايش التيرمينال الثالث؟ سيجنال. فهذا المثلث هون هو سيجنال، والسيجنال هاي بقدر اخذها على الاوسيلوسكوب بقدر اقراها بتعطيني قيمه. هذا الكتريكال كونكشن، هذا الكتريكال كونكشن. كل اللي راح اعمله الان راح اشبك هذول الاثنين مع بعض، فبنعمل نفس الشيء دراج اند دروب بس بنشبك الخطين مع بعض. فهي صار هذول الاثنين مشبوكين. بعدين رح نعمل زوم اوت. لازم اتذكر ارجع الان اغير هذول. غيرناهم ل 300 وقديش كانت؟ 339.4 وغيرنا هاي ل 50 هرتز. 50. هلا بدنا نجيب كومبوننت، بدنا نجيب ال وبدنا نجيب ار. هذول بنروح على الاليمنتس. نعم؟ ليش الكرنت سنسر ما بزبط؟ وين الكرنت سنسر؟ لو اقول انا على السيرش اكتب كرنت سنسر يطلع عندي كرنت. بدك تنتبه انه هذول اللايبريز مش كلهم كومباتبل مع بعض، فبدنا نشتغل من اللايبريز اللي كومباتبل زي ما انا عم بفرجيكم. اذا رحت على لايبرري ثانيه مش كل اللايبريز كومباتبل مع بعض. اه يعني السيم سكيب ما بيشتغل. تمام، بدك تنتبه السيم سكيب ما بتقدر تطول اي شيء وتحطه مع اي شيء ثاني. هذول كلهم لازم يكونوا من السيم سكيب سيم باور سيستم. جربنا اندكتر على السيرش حطيناه ما بدي. اذا هلا حتى نروح بنروح على مره ثانيه بنروح على اللايبرري براوزر. وباللايبرري براوزر بدنا نروح الان دكتور بس موجود الاندكتر بالسبيشلايزد سيستم. لا انتبهوا يا شباب، امشوا معي بس بالهاي، امشوا معي بالهاي بعدين هلا بشرح. سبيشلايزد هون في عندنا هيهم من هذول المنيوز، بده كل شغلنا يكون من هذول المنيوز اللي تحت سبيشلايزد تكنولوجيز. هذول احنا كلهم متاكدين انهم كومباتبل مع بعض، فاهمين؟ ما بقدر بس اعمل سيرش والاقي كومبوننت وانزله. فهون بدنا اي اليمنت بدنا؟ اليمنتس. فبدنا نروح على اليمنتس، روحوا معي على اليمنتس. ما تعملوا سيرش وتفتشوا اي شيء بتلاقوه تحطوه، بدكم تكونوا من هاي المنيو تشتغلوا، ضلكم على سبيشلايز تكنولوجي والسب فولدرز اللي بسبيشلايز تكنولوجي. في سبيشلايز تكنولوجي في عندي بارلل ار ال سي لود، وفي عندنا بارلل ار ال سي برانش وسيريز ار ال سي لود. اظن اللي بناخذه ممكن ناخذ اي واحد من هذول. خلينا ناخذ بارلل ار ال سي او سيريز، عفوا سيريز ار ال سي برانش. فخذوا هون سيريز ار ال سي برانش، نعمل له درايف اند دروب. والله ما بعرف، مرات انا بستعمل هذا وبستعمل الثاني، اظن انه الاثنين مضبوط، بس خلينا نجرب هذا نشوفه. هلا هذا بدنا نعمل له روتيت عشان يصير 90 درجة، أظن إذا عملت رايت كليك عليه. كنترول آر، تمام، أوكي. كنترول آر، تمام هيك. هلا إحنا ما بدنا 3 كومبوننتس، شو بدنا بس؟ 2 كومبوننتس، فبنعمل دبل كليك عليه. بس دار زيرو. انا اخترت اللود الغلط، كان لازم استخدم برانش. لا شو برانش؟ لا انا منزل لود بس انا بدي برانش، مزبوط؟ برانش. نرجع مره ثانيه على اللايبرري. وبدنا سيريز ار ال سي برانش، وين السيريز ار ال سي برانش؟ هي سيريز ار ال سي برانش. نعمل له كنترول ار. هلا هذا هون رح نعمل له لود، رح نسميه لود ار ال لود او ال ار لود. رح اخذ طرف الكهربائي مع الطرف الكهربائي، وبعدين الطرف الكهربائي مع الطرف الكهربائي. هون هيك تمت. نعم تبع الكرنت ميجرمنت. هلا هذا بدنا نتخلص من الكباستر، بدنا نحط القيم الصحيحه. فالكاباسيتنس هلا هون من هون ممكن اختار اللود يكون ار ال. شفتوا ايش عملنا هون؟ من البرانش تايب اخترنا ار ال لود، اوكي؟ هلا بدنا نختار القيم الريزيستنس والاندكتر اللي موجودين هون. ايش بتحبوا الانجل اللود انجل تكون؟ شو بتحبوا نعمل اللود انجل؟
الكل بيعرف شو اللود انجل؟ لود انجل. What is a load angle؟ لهذا اللود هون راح نسميها فاي. فاي بتساوي تايم ماينس 1 اوميجا ال على ار. اوكي الكل متذكرها هاي؟ ايش هاي الزاويه؟ طيب هذا اللود لو بدي اعبر عنه كزد شو بقول؟ ار زائد جي اكس ال. اكس ال شو بتساوي؟ اوميجا ال. تذكرينه؟ اوكي هذا الان له زاويه. شو الزاويه تبعته؟ الزاويه اللي هي لو حطيت عليه فولتج الكرنت راح يكون لاجينج باي ذس ديجري. مظبوط؟ تمام. اذا بدي احسب الان جي اوميجا ال او اوميجا ال على ار بدها تساوي تان ماينس 1 بدها تطلع معي 45 درجه. انا حابب انها تكون 45 درجه. ممكن نحط اللي بدنا اياه. اوكي فهاي بدنا اياها تكون 45 درجه او باي على 4 راديانز. هل اوميجا معروفه؟ قديش قيمه اوميجا؟ 2 باي ب 50. اذا اوميجا عندي 2 باي اف وتساوي 314 راد بير سكند. هلا نختار قيمه الار. خلينا نختار ار 10 1 اوم. خليها 1 اوم. فبدنا الان نلاقي قيمه الاندكتر بحيث انها تعطيني تان. التان انفرس 45 قديش؟ ايش تان ال 45؟ 1. اذا انا بدي 1 تساوي اوميجا ال على ار. الكل فاهم ليش؟ عشان تان هيطلع تان ال 45 1. 314 في ال على 1 بتساوي 1. اذا ال شو بتساوي؟ 1 314. قديش 1 على 314؟ 3.18 ملي هنري. مش هيك؟ اللي هي E 10 to the minus 3. مش هيك؟ E minus 3. مظبوط هيك؟ هي صار عندي هذا. اوكي الكل متابع معي الترمينولوجي اللي هون. 3.18 E to the minus 3 معناها كم ملي هنري؟ انا اظن هاي مظبوطه. مش مظبوطه هون ولا غلط انا اللي حاطه؟ هاي للقوه مش عارف. طب كيف بحطها للعشره؟ اظنها مظبوطه. E to the power 3.1 times 10 to the minus 3 يعني ما بعرف. اوكي نعم. طيب خلينا نوقف شوي.